مشاهدينا، وللوقوف أكثر عند تداعيات حرق نسخة من القرآن الكريم في الدنمارك وتظاهرات أنصار الصدر رفضا لها ونظرة الإطار التنسيقي لذلك المشهد، ينضم إلينا عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف. مساء الخير دكتور. أهلا وسهلا، مساء الخير. أنصار الصدر اليوم خرجوا في تظاهرة رفضا لجريمة حرق نسخة من القرآن الكريم في الدنمارك، هل كانوا مدفوعين ربما بعاطفة دينية أم هي ربما فرصة مواتية لأنصار التيار الصدري للعودة بشدة وبقوة للمشهد السياسي؟ في البداية شكرا جزيلا عزيزي على الاستضافة الكريمة، تحياتي لكم ولجمهور المتابعين الأعزاء. الحقيقة ممكن يكونون السببين مع بعض، يعني هناك دافع مبدئي يعني ديني شرعي من قبل بعض القيادات، وطبعا الجمهور ايضا يعني من باب العاطفه، من باب الاحتجاج، من باب الرد هذا الفعل المشين اللي يمس طبعا مشاعر ومعتقدات العراقيين. هناك فعلا يعني توافق بين هذه الاطراف ان تخرج احتجاجا في الشارع، وخصوصا هي أيضا فرصة لتثوير الشارع، يعني هناك جانب شرعي مذهبي ديني، وهناك جانب أيضا شعبي مجتمعي نقدر نقول أيضا سياسي في آن واحد، فهي جاءت يعني الأهداف مشتركة في توقيت واحد. نعم. طيب، هنا أيضا الإطار التنسيقي يرى بأن تظاهرات التيار الصدري لها رسائل مخفية أو رسائل سياسية. الجانب الأول يقول أنه ربما تريد العودة إلى المشهد السياسي، الجانب الآخر يقول تريد ولها الرغبة بالمشاركة بانتخابات مجالس المحافظات. هل ربما نشهد نزول مظاهرة مقابلة من قبل الإطار التنسيقي في ذات الإطار؟ الحقيقة هذه الرسائل، هو أصلاً الإطار التنسيقي بهذا التصريح هو بحد ذاته رسالة، وهو سبق هذا التصريح كان هناك أيضاً تجمع في اليوم الأول محدود جداً رمزي في ساحة التحرير، رفعت خلال صور أبي مهدي المهندس وقاسم سليماني. نعم. كانت واضحة يعني أنه مجموعة من الإطاريين احتجوا احتجاج يعني غير ملفت للانتباه جدا، يعني ليس له ثقل شعبي، مجرد التغطية يعني او لكسب يعني الظهور بشكل استعراضي. ممكن يتكرر هذا المشهد لكنه بتأثير قليل، يعني لا مثل ما يقال انه ينال يعني زخم اجتماعي او زخم شعبي، على عكس ما حدث يعني خلال اليومين او الثلاثة ايام الاخيره. يعني هناك تنافس موجود، لكنه التيار سبق الاطار، لانه الاطار الحقيقه ايضا محرج في هذه القضيه، لانه باعتبار الحكومه هو يقودها، فلذلك يتجنب الاحراج اكثر مما حدث لغايه الان. نعم. هنا أيضا، هل تعتقد أن العراقيين لا زالوا يصدقون شركاء العملية السياسية باستغلالهم للدين والعقيدة وهذا المشهد الذي رأيناه برفضهم لحرق القرآن الكريم؟ وفي ذات الوقت يعني شهدنا الميليشيات في المحافظات التي تم استعادتها عسكريا كيف يحرقون المساجد، يحرقون حتى المصاحف، فبالتالي هناك تناقض واضح. واضح طبعا، واضح جدا، يعني خلال 20 عام التنافس والصراعات والقتل على الهوية والإقصاء والتهميش شفناها يعني في مناسبات عديدة، تكميم الأفواه، الاحتجاج وقمعه يعني من الحكومات السابقة، من حكومتي المالكي وبعد عادل عبد المهدي وغيره. الحقيقة هذه لا تنسجم مع لا حرية التعبير ولا ما يدعون بها ديمقراطية وحقوق إنسان وغيرها، هذه كذبة كبيرة الحقيقة في العراق. لذلك يعني بالضبط استغلوا بشكل بشع المشاعر الدينية والشعائر الدينية باتجاه تثبيت سلطتهم، يعني هناك بشكل واضح المساس بكرامة العراقي. نعم. لا يجب يعني يجب أن ترفض رفض قاطع، وخصوصا أنه يعني كليتنا احنا أبناء بلد واحد، ف
فناهيك عن كون انه الاستغلال البشع اللي موجود الان، استغلال ديني مذهبي ما يسمى او طائفي او حتى طبقي، يعني الان ايضا حتى من ناحيه طبقيه، لان هناك فقر، فالغني اللي اثرى خلال هاي العشرين عام بدا يستغل فقر الفقراء يعني بشكل بشع، هذا لا ينسجم مع الدين، مع الحق الذي يعني جاءت به شعائر الدين الاسلامي. نعم. لجنة العلاقات الخارجية النيابية تحذر من عواقب قطع العلاقات من قبل العراق مع الدول الأوروبية، كيف ترى قرار السوداني طرد السفير السويد من العراق إثر قضية حرق القرآن؟ هل كان القرار قرار طرد يعني شيء استعراضي؟ هو ليس بمعنى الاستعراض، هو جاء يعني مثل ما يقال مجبرا أخاك لا بطل. نعم. يعني هو جاء مجبر على اتخاذ هذا القرار لأنه البد الشعبي، وخصوصا لم يقتصر فقط على الشارع العراقي، وإنما عم أيضا الاحتجاجات بالعالمين العربي والإسلامي. لذلك الرضوخ إلى هذه الإرادة الحقيقة خصوصا في الشارع العراقي، كان هناك يعني كتابات، وهناك يعني على عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبر يعني الشارع كان ضاغط، فلذلك رضخ إلى هذه الإرادة باعتبار أيضا الشارع هدد بامتداد الحريق من السفارة إلى أماكن أخرى، فهذه طبعا وضوخ لتهدئة الشارع رضخ إلى قضية اتخاذ قرار بتحويل المسألة، طرد السفيرة إلى وزارة الخارجية. طبعا أيضا هناك محاولات للتهدئة خصوصا في اليوم أو الساعات الأخيرة، نرى ماذا سيحدث، يعني خصوصا مع الجانب الدنماركي الآن لأنه تكررت العملية، فماذا سيفعل السودان في هذه الحالة؟ ننتظر نشوف جدية الموضوع، يعني هل يقتصر فقط على السفارة السويدية أم يمتد، لأنه الحقيقة أنا أقول شيء، أوضح شيء مهم جدا. هذه القضية لا تقتصر على السويد والدنمارك، هذه قضية يعني تشمل الاتحاد الأوروبي وأمريكا، يعني أنا أقولها بمنتهى الصراحة، أمريكا المجرمة هي وراء كل هذا العمل اللي دا يقوم به، هو خلق الفوضى ليس في العراق فقط وإنما في العالمين العربي والإسلامي، والمساس ب مشاعر المسلمين اللي تعدى يعني تعدى نفوسهم مليارين إنسان مسلم، فلذلك هذه قضية مبرمجة، أنا لا أعتقد قضية عفوية أو طارئة، بقدر ما أن هناك عملية ممنهجة من قبل أمريكا والغرب. نعم. بمقابل هذه العملية الممنهجة والمبرمجة، الجريمة المتكررة بحق المقدسات الإسلامية تتزامن ربما مع صعود اليمين المتطرف في الغرب، لكن بالمقابل هل ترى جهود الدول الإسلامية والعربية تأتي على مستوى الحدث؟ لا أبدا، للأسف الشديد أنا يعني كنت أتوقع يعني هناك توافق يصير باتخاذ قرار ليس فردي، يعني هناك أصبحت ردود الأفعال فردية من قبل بعض الدول العربية والإسلامية، دول الخليج، مصر غيرها، أنا أعتقد هذا لا يكفي. اليوم فقط اليوم دعوة من قبل وزارة الخارجية العراقية لمنظمة التعاون الإسلامي لعقد اجتماع لوزراء الخارجية الدول الإسلامية لمناقشة هذا الموضوع، هذا لا يكفي، هناك أوراق قوية يمتلكها العرب والمسلمون يجب أن تستثمر بشكل جيد. وأنا أجيب لك مثال إذا تسمح لي، هناك موضوع مهم جدا متعلق الآن، لأنه هذا القضية أيضا لها علاقة بالسويد ودخولها إلى حلف الناتو. يعني السيد أردوغان الرئيس التركي الحقيقة في الاجتماع اللي حدث في ليتوانيا لرؤساء دول الناتو كان وعد أنه يمرر القرار إلى مجلس النواب أو البرلمان التركي. أنا أقترح تركيا لاعب أساس، لاعب مهم جدا بالعالم الإسلامي والشرق أوسطي، أنا أقترح أنه فعلا يفوتون الفرصة على السويد في عدم تمريرها إلى الناتو عقابا على ما ارتكبته بحقه. هو طبعا السيد أردوغان تذكر له مواقفه المشرفة في أنه كان فعلا متصدي للسويد ولفنلندا في وقت سابق، لذلك أنا يعني أشدد على هذه، وأنا يعني أستميح عذرا إذا أقول
أنه دخول السويد إلى الناتو إذا كان بمباركة تركية فهذا خطأ كبير، أرجو أن يتوقفون عنده ويمنعون هذا عقاب، حتى يكون هذا العقاب درس للدول الأخرى الغربية من أن تلتفت إلى احترام الدول العربية والإسلامية. نعم خصوصا المسلمين، يعني في مثل ما قلت مليارين مسلم في أنحاء العالم. نرجو أن تصل هذه الرسالة إلى الرئيس أردوغان. الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف، شكرا جزيلا لوجودكم معنا.